حتى اخوتي جيت ترايح وقلت لكم صايم ازيج نصور لكم، بس قلت لكم الموت عليكم يا جدك، قال له جيت مو اي لوف يو. خاوتي تمنظر اخوتي من فوق على البحيره هذه يشلوخ زي خاوتي تي 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 استغفر الله يا ودي مقصد قاعد نفس لوخزي حتى خلاص هاي الطريق خاوتي، وهي منة منظرة رائعة جدا. نبي بسم هذا الجبل ما عندوش الفوقة، كنت جا عنده الفوقة تظن وكان جا عنده الفوقة واحد يضرب طلع من الفوق الله يبارك. لا ما شاء الله. المهم خاوتي صلوا على رسول الله والسلام عليكم.